فيحسن العمل ولا يغيب عنه ذكر يوم معاده وعقباه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن مما يطلب المؤمن ويسعى في تحصيله العلم النافع، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه بقوله: اللهم إني أسألك علما نافعا، وبقوله: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وفي الحديثين من التوجيهات أنه لا يطلب من العلم إلا النافع، وفيهما أيضا تعليم للأمة أن يسأل الله أن يعلمهم ما ينفعهم، بل قد جاء الهدف مصرحا به في قوله صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله علما نافعا. ولا يكتفي العبد بسؤال الله العلم النافع، بل يطلب الزيادة منه، كما قال عز وجل: وقل رب زدني علما، أي رب زدني علما إلى ما علمتني. فأمر نبيه بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم، ولم يأمره سبحانه بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. وفي هذا دلالة واضحة على فضيلة العلم وأنه أفضل الأعمال، فلم يزل صلى الله عليه وسلم في الزيادة والترقي في العلم حتى توفاه الله تعالى. معاشر المسلمين، أفضل العلوم على الإطلاق العلم بالله. قال ابن رجب رحمه الله: أفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والانشغال به دون خلقه. وقال ابن تيمية رحمه الله: والعلم بالله يراد به في الأصل نوعان، أحدهما العلم به نفسه، أي بما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى. وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، فإنه لا بد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته. والنوع الثاني يراد بالعلم بالله العلم بالأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي والحلال والحرام. وقال ابن القيم رحمه الله: فالعلم بالله أصله للعلم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته. والجهل به مستلزم للجهل، به أصل شقاوته، ولا سعادة للعباد ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون وحده غاية مطلوبهم والتعرف إليه قرة عيونهم. ومتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. أيها المسلمون، وبحسب معرفة العبد بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. قال صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم وأعلمكم بالله غنى. فيستفاد منه أنه كلما كان الرجل أقوى في معرفة ربه كان أقوى في دينه، وكونه عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالله يتضمن أن علمه بالله أفضل من علم غيره به. وإنما زاد علمه بالله بزيادة معرفته بتفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعظمته وكبريائه وما يستحقه من الجلال والإكرام والإعظام. ولكون علمه بالله مستنداً إلى عين اليقين
أخرف. فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى. وإنما تنقص الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله. أيها المسلمون، العلم بالله وعبادته قضيتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وأمران مطلوبان لأنفسهما مقصودان لذاتهما، لا يقوم أحدهما مقام الآخر. دل على ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أمر بالعلم، واستغفر أمر بالعمل. والعلم بأمر الله أي العلم بحدود الله وأحكام شريعته من الحلال والحرام، إنما يطلب في الحقيقة بباعث العلم بالله تعالى. فيريد العبد أن يرضيه ويطيعه ويتبع أمره، فيقبل على هذا العلم ليتبع أمر الله ويجتنب مساخطه. وبهذا يكون العلم بأمر الله، دالا على العلم بالله. وأما إن طلب هذا العلم لغير وجه الله فلا شك أنه يعود وبالا على صاحبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. قال الأوزاعي رحمه الله: سأل رجل ابن مسعود رضي الله عنه: أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم. فكرر عليه ثلاثا: كل ذلك يقول العلم. ثم قال: ويحك، إنما العلم بالله ينفعك قليل العمل وكثيره، ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العمل ولا كثيره. عباد الله، وكما أن أعظم علم ينفع الإنسان في عاجله وآجله هو العلم بالله تعالى وبما يرضيه، فأعظم الجهل وأشده وأشنعه الجهل بالله تعالى وبدينه الذي ارتضاه لعباده. ومن عطل عقله عن تحصيل ما ينفعه من العلوم الشرعية التي فيها يقيم دينه ويعبد ربه فهو من الجاهلين، ولو كان مبرزا في علوم الدنيا. إذ إن أضر شيء على العباد أن يجهلوا ما ينفعهم وما يضرهم وما يقربهم من الله تعالى، وهو الإيمان به وطاعته واتباع رسله. ولذلك امتدح الله تعالى العلم والعلماء وذم الجهل وأهله، وأخبر أن أهل العلم وأهل الجهل لا يستويان أبدا. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. والجهل بالله تعالى وبدينه وبالحساب يوم القيامة من أعظم ما يعيق المرأة عن الاستجابة للحق ويدفعه إلى الوقوع في المحرمات والمعاصي. من عرف الله حق معرفته وآمن بصفاته الكاملة وقدرته التامة عصمه إيمانه من شرك العبادة، إذ لا يبتلى به إلا من لم يقدر الله حق قدره. فقد ذم الله تعالى عدم توقير طائفة من عباده له، فقال تعالى: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فالمشركون لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم فلم يقدروه حق قدره. أيها المسلمون، إن موجة الإلحاد قد اجتاحت
ومما يجدر ذكره أن فكر الإلحاد يعني في مضمونه ميل الإنسان عن فرقة الألوهية والتدين وعن المنهج الحق الذي أمره خالقه باتباعه. والمسلم بحاجة إلى أن تستقر معاني توحيد الربوبية في نفسه، لأنه هو معرفة الله تعالى وهو أصل الدين. فقضايا توحيد الربوبية تخفى على كثير من عوام المسلمين. أيها الإخوة في الله، يجب في مثل هذا الزمن الذي تعرض فيه موجات الإلحاد لبعض من لم يتعلم العقيدة الصحيحة ولم يتشبع منها وضعف تعظيم الله في نفسه، يجب أن نحمي مجتمعنا وشبابنا من هذا الخطر العظيم الداهم، وهو الكفر بالله جل وعلا، وذلك بتأسيس هذه المسألة العقدية العظيمة وتفصيلها بعرض دلائل توحيد الله في ربوبيته وإثبات وجوده وتبسيطها للناس والتعريف بها والتأكيد عليها بما يكون حصنا حصينا للقلوب عن وقوع الشك والريب فيها، فلا تنطلي عليها شبهات وأوهام أهل الضلال. ودور المصلحين في هذه الأمة إذا جاءت الآيات التي فيها ذكر الله وذكر عظمته أن يرجعوا القلوب بها، وإن عدم العناية اللازمة بقضية الربوبية يؤدي إلى تنامي ظاهرة الإلحاد وإنكار وجود الرب تقدس وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحي القيوم، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، واشهد ان لا اله الا الله، لم يزل متسميا باسمائه الحسنى متصفا بصفاته العلى، لا تقربه الاوهام ولا تدركه الافهام ولا يشبهه الانام. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. واشهد التفكر والتقرب
عليم وعلى كل شيء قدير. فقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر. ومن عرف الله وقدره حق قدره عظمه وعظم ما عظمه سبحانه. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. عباد الله، ومن جملة ما اختاره الله تعالى وفضله وعظم أمره وفخمه الأشهر الحرم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الأربعة الحرم هي ذو القعدة والذي الحجة والمحرم ورجب. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، خص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. فحري بمن عرف الله أن يعظم ما عظم الله وأن يستشعر شرف الزمان وشرف المكان، فلا يتعدى حدوده ولا يرتكب محارمه. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة الذي عرفنا ربنا وعلمنا ديننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين. وأذل الكفر والكافرين، آمين. وانصر عبادك الموحدين، آمين. ودمر أعداءك أعداء الدين، آمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في أهله، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين ومقدسات المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار ومن عبث العابثين وكيد الكائدين وأكوان المعتدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك.